السؤال الثاني الله فيك. طيب السؤال الثاني، أنا صمت يوم عاشوراء وعلى أساس أصوم اليوم اللي بعده، ويوم جاء الظهر جاني ارتفاع في درجة الحرارة إلى وصلت إلى 39، فاضطريت أني أضطر أخذ حبوب، فهل يقبل مني صيام يوم عاشوراء اللي صمته؟ طيب شكرا. الحمد لله، صوم عاشوراء صحيح إن شاء الله، وتؤجر على نيتك أن تصوم يوما معه، ولكن لم تتمكن لك الأجر على نيتك إن شاء الله. الحمد لله.